مساء الخير، مساء النور، واش راكم لاباسنا؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. حب كامل المشتركين جدد دونكم مرحبا بكم، نورت القناه ومشتركات الوفيه طبعا مرحبا بكم جديد دونكم مرحبا بكم ونورتوني. اليوم ان شاء الله في فيديو جديد، متسجدوا الجيم اذا عجبكم الفيديو. طبعا اليوم حبيت نغير شويه، بغيت ندير مقلب في محمود. عيب اللي حد تقولوا لي علاش ديري فيه مقلب، باسكو هو دائما يدير فيا مقالب بصح ما صورهمش، يدير فيا مقالب هكذا في الدار. والله هذه المره نويت نخلف هالو، نويت ان شاء الله ندير فيه مقلب، بصح ما تغشش مني. المهم نويت ندير فيه مقلب. عباك واش راح ندير؟ راح ندير قبل ما يجي من الخدمه. على بالي تقولوا لي راكي متحجبه ويقول ويكون على باله بالمقلب. والله ديجا ني بعثت له قلت له اني نصور فيه فيديو، قلت له راح ندير العشاء ونصور فيديو، راح ندير واحد الطبخ هكذا وراح نصورها ان شاء الله. تما هو كيجي انا نقول له كنت نصور فيه فيديو وتحركت. بغيت ندير واحد الجرح هكذا في يدي، اني جربتها الصباح. دوك نحط لكم لا فوتو كيف خرجت لي. جربتها الصباح ودوك كي بغى يقرب يجي نولي نديرها في يدي هكذا. هذوك الجروح السينمائيه هذوك بغيت نديرها في يدي ونقول له صح عليا الزيت. ما نبيش كفايه نقول له، ممكن نقول له جيت نقلي بطاطا ولا جيت نفرغ الزيت فرغت على يدي، نقول له تحركت. المهم نخلعه ان شاء الله برك ما يفيقش بيا. ديجا وجدت فازلين، لقطن، نخدم بلقطن، والمكياج هذا مكان. المهم ما تخلعوش، راه غير مقلب، هذا مكان. ونشارك معكم كيفاش محمود راح قريب يجي، مزال له ساعه ويجي. قلت نبدا نخدم من دوكا. كيما راكم تشوفوا هنا جبت الحوايج تاعي، جيت نخدم هنا بس كل ولاد راهم راقدين، مانيش حابه نعيط باش ينوضوا. المهم هنا عندي قطن، المهم البنات هنا عندي فازلين. اني دبست به ما تبزتليش من بعد. ربي يستر بركم يفيقش، باسكو هو ثاني ما في يدير لي هكذا، ديما يدير لي هكذا مقالب. قلت نخلفها له. هنا فازلين، نجيب القطن.
دوكا كملتها وقال لي هو راني قريب نوصل. شوف كيف خرجت لي بلي تخوف. بعيد الشر على كل واحد. ما تقولوش يتفول ولا غير بغيت ندير غير هذا المقلب برك. هذو القطرات بغيت نديرهم زعما على شكل دموع. المهم هو قال لي راني على اول الشارع. راح طاح لي السيلفي. دوكا ما بيش نحن نعلق التليفون. قلت بالك نعلقو هنا فوق التلفزيون نشوفوا اذا يصلح ولا لا. ان شاء الله برك ما يفيق ليش. نستنى رد الفعل تاعي ان شاء الله ما تكونش رد فعل كبيره بزاف برك. المهم هكذا راح نعلقو ونشوف. السلام عليكم. مالك حبيبتي في عين زينب؟ ايه ده؟ ايه اللي في ده؟ ألف سلامة. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ قولي يا بنت ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ لا اله الا الله. قولي لي رد عليا انت يا بنت. ايه اللي في ده؟ قولي ايدي. ايوه طب ما رنيتش عليا ليه طيب؟ عشان لسه. طب يلا بينا قوم 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 يلا قوم. وايدي معلش حبيبي قولي. ايدي وجعني. طب قومي يلا. لا طب معلش حركي عشان نروح المستشفى. يلا انجزي على مهلك. يلا يلا تعالي. ايدي وجعاني. خلاص استحملي معلش. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. طب مش تاخدي بالك ايه هو ده؟ قولي. طب يلا قومي يلا نروح المستشفى. لا طب يلا. لا اله الا الله. ايدي وجعاني يا بنتي. يلا قومي. طب عليك ايه؟ ها؟ طب عليك ايه؟ كنت بطبخ وبصور في الفيديو. لا حول ولا قوة الا بالله. طب مش على مهلك وبالراحة؟ لا اله الا الله. يا بنتي طب قومي. طب يلا انجزي. يلا قومي خش البس. يلا. ايدي. ايه ده؟ ايه يا بنت ده؟ ايه هو ده؟ هنهزر؟ ايه هو ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ها؟ ايه الهبل ده؟ معلش بالراحة. ده منظر يعني؟ ها؟ ده حاجة تعمليها؟ معلش. ها؟ معلش يا عديني. ايه هو ده؟ ده هبل ده مش مالي. ايه هو ده؟ تفزعي. وانا حبيت اهزر بس. هزري كده؟ ده فيها هزار ده؟ ايه ده؟ لحطها ده. وتحركت. يا والله المسخره دي. ايه ده؟ لحمه دي ولا ايه هو ده؟ ايه ده؟ معلش تعيش وتاخذ غيرها. تعيش وتاخذ غيرها؟ في حد يما قالك كده؟ معلش. تفزعين ايه ده؟ قولي ايه ردة فعلك؟ ايه ردة فعلي؟ خضتينا على خضتينا. مش انت بترمي فيها؟ هو يدير لي مقالب اكثر من هالو. ترمي فيها مقالب ولا لا؟
اش هو برضه ما حدش تعملش نفسك بال لا انت تعمل فيا هو يدير لي مقلب اكثر من هيك. طب الهزار حاجه والمقالب هزار بس ايه البتاع ده خد يلا روح يلا كنت راح بت... زعل خلاص تعال تعال ما تزعلش اقعد معلش ما تزعلش اقعد ما تزعلش سامحني وانت انت تعمل فيا مقلب اكثر من هكذا ولا ما اقول شوي ما اقول ويلو وانا درت لك هذا المقلب انا بنت انا مقلب زعلت خلاص مقلب الحريق مفكر روحك بس باين علينا حريق بجد حريق بجد امال ايه ده دواء كان وهم يعني اللي يفيدك ده كله خلاص اقعد اقعد معلش بتحايل لطفلك كله بتحايل طفلة شوف بس انا رديلك ايه هو بس تعمل ايه؟ بس وش ايه هو اللي عملنا في روحك ده لا حول ولا قوة الا بالله قعدت ساعة وانا ندير فيها على بالك ساعة تعملي فيها عشان ساعة وانا مبسوطة كده عادي يعني مبسوطة خالص كده عادي وانت ليه ملف تدير لي مقالب اكثر من هكذا ماشي هو يدير لك مقالب في حد يدير لنفسه انه محروق لا والله لا اله الا الله قولي لا قولي لهم سلام لا قولي قولي يلا سلام لا تسامحني الاول لا تسامحني الاول قبل خلاص سامح سامحتني طب انت ايه رايكم لا سامحتني يا اخي اها قولي سامحتني والله يا سامح المره دي سامح المره الجايه بقى خلاص وسامحني المهم البنات على بالي دوك يجوني شويه تعليقات بصح معليش شويه تعليقات شويه تعليقات يقولوا لي ليه حرام عليك وهكذا بصح حبيت نرد وبر كان هذا هو لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بسلامه